مقتل قياديا في تنظيم حراس الدين بريف إدلب بغارة جوية أمريكية. جرحى مدنيون بقصف صاروخي وانفجار سيارتين مفخختين في مدينة جرابلس وريفها شرقي حلب. ووسيلة إعلام إسرائيلية تتحدث عن مفاوضات سرية لنقل النفط الإيراني إلى سوريا. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت غارة جوية في محافظة إدلب استهدفت قياديا في فصيل حراس الدين يعرف باسم أبو حمزة اليمني. وقالت القيادة في بيان لها إن أبو حمزة اليمني كان مسافرا بمفرده على دراجة نارية وقت حدوث الغارة، مضيفة أن المراجعة الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين. من جانبه قال الدفاع المدني السوري إن طائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق إدلب قميناس وأسفرت عن مقتل شخص لم تحدد هويته. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا خلف جمعة مراسل حلب اليوم من إدلب. أهلا بك خلف، بداية حدثنا عن تفاصيل ما جرى أمس في ريف إدلب. أمير، قرابة الساعة 12 ليلة الأمس حصل انفجار ضخم جدا في محيط مدينة إدلب. لم يتم معرفة مصدر الانفجار إلا بعد مدة بسبب أن الاستهداف كان على أطراف المدينة على طريق زراعي، طريق فرعي بين مدينة إدلب وقرية قميناس. فرقة الدفاع المدني وصلت إلى المكان برفقة الإسعاف وأيضا بعد تعميمات عدة من المراصد للبحث عن مكان الانفجار. بعد وصول فرق الدفاع المدني إلى المكان تبين أن الاستهداف هو استهداف لدراجة نارية من قبل طائرة مسيرة. خلال هذا الوقت كان يوجد 3 طائرات مسيرة مذخرة في أجواء إدلب. الطائرات كانت تابعة للتحالف الدولي بحسب المراصد الحربية في المنطقة. لم يتم تحديد أو تأكيد هوية الشخص المستهدف الذي قتل على الفور نتيجة هذا الاستهداف بصاروخين. بعد ما يقارب النصف ساعة تقريبا صدرت بيانات من قبل الإدارة المركزية الأمريكية حول هوية الشخص المستهدف. تبين أنه أبو حمزة اليمني القيادي في تنظيم حراس الدين. بحسب ما ذكرت القيادة الأمريكية أن أبو حمزة يتبع للتنظيم الذي يوالي تنظيم القاعدة، وبحسب بيانها أيضا فإن اغتيال هذا الشخص قد يخفف من وقوع هجمات في المنطقة القريبة وفي دول العالم الأخرى. طيب خلف، عقب الغارة الجوية هل شهدت المنطقة أي تحركات أمنية أو عسكرية سواء لفصيل حراس الدين الذي منه أبو حمزة اليمني أو لهيئة تحرير الشام المسيطرة على المنطقة؟ نعم، بالنسبة لفصيل حراس الدين هو تقريبا لم يعد موجود فصيل حراس الدين منذ أكثر من عام. تم حل هذا الفصيل بعد عدة مواجهات بينه وبين هيئة تحرير الشام التي لم تبقي من الفصيل أي أشخاص على خطوط الجبهات أو وجود منظم داخل المنطقة، إنما على مستوى أفراد ينتشرون في المنطقة. عدة مرات تم استهداف قياديين في تنظيم حراس الدين في السابق في مدينة إدلب وخارج مدينة إدلب في قرب سرمدة وقرب مدينة بنش. عدة غارات للتحالف الدولي استهدفت قياديين في تنظيم حراس الدين. أما يوم الأمس لم تشهد المنطقة أي تحركات لعناصر تنظيم حراس الدين بعد استهداف القيادي أبو حمزة اليمني. يعني خلف، أفهم منك أن التنظيم أو فصيل حراس الدين لم يعد موجودا أم أنه بات فصيلا صغيرا ربما؟ نعم، تنظيم حراس الدين ربما يعمل بشكل سري الآن بعد عدم ترك الفرصة له بالتواجد في مقرات أو في نقاط موجودة في المناطق المحررة بشكل مكثف كما السابق. الآن تنظيم حراس الدين هو محجم جدا لدرجة أنه ربما أصبح هدف سهل بالنسبة لطائرات التحالف بتحديد مكان القياديين فيه، وأيضا سهولة تنقلهم أصبح الأمر صعب جدا على عناصر التنظيم، مما ظهر يوم الأمس من خلال الاستهداف بعد منتصف الليل على دراجة نارية في منطقة فرعية بين إدلب وقميناس. سبقها الاستهداف المشابه أيضا بين مدينة إدلب وبنش داخل الأراضي الزراعية، أيضا كان هذا الاستهداف لأحد
عناصر التنظيم الذي لم يعد كما كان قبل عام ونصف تقريبا تنظيم أو جسم عسكري قوي موجود في المنطقة، يشارك في المعارك ويشارك في سد خطوط الجبهات على منطقة ريف إدلب الجنوبي والغربي. نعم، شكرا لك خلف جمعة مراسل الحلب اليوم، كنت معنا من إدلب. أفاد مراسل حلب اليوم بمقتل 5 أشخاص بينهم الأمين السابق لفرع حزب البعث بمدينة الصنمين شمالي درعا برصاص مسلحين مجهولين. وفي سياق متصل ذكر تجمع أحرار حوران أن إطلاق نار وقع في بلدة خراب الشحم غربي درعا أدى إلى إصابة شخص ونقله إلى مشفى قريب، في حين انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من جسر الضاحية بمدينة درعا وفق التجمع. شهد ريف جرابلس خلال الساعات الماضية انفجار سيارتين مفخختين ما خلف جرحى في صفوف المدنيين، كما شهد ريف جرابلس أيضا قصفا صاروخيا مصدره قسد وقوات النظام. المزيد في التقرير التالي. لا تغيب الانفجارات والاغتيالات والقصف عن مناطق الشمال السوري، منطقة ترغب تركيا ومعها الجيش الوطني لجعلها آمنة وتسعى جهات عدة لجعلها غير ذلك. آخر التفجيرات التي شهدتها المنطقة كانت في منطقة جرابلس التي شهدت انفجارين بسيارتين نتج عنهما 5 إصابات أحدهم حالته حرجة. مراسل حلب اليوم قال إن الانفجار الأول وقع بقرية ثلجة والانفجار الثاني وقع في معبر تل علي. لم يقتصر الأمر على انفجار السيارتين حيث استهدفت قسد ومعها نظام بلدة البلدق في ريف منطقة الظاهرية، كما تعرضت قرى اليعقوبية وظهر مغاير في منطقة جرابلس لقصف صاروخي نتج عنه إصابة طفلة ووالدتها بحسب الدفاع المدني. تفجيرات متكررة وقصف صاروخي وعمليات اغتيال كان آخرها استهداف عامر 2000 أحد كوادر المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، أعمال تقوم عليها شبكات تحدث عنها الجيش الوطني وغايتها إحداث الفوضى في منطقة تسعى المعارضة بدعم تركي لتعزيز دور المؤسسات فيها، بينما يتخذ معارضو المشروع أساليب القتل والاغتيالات لمنع ذلك. نظمت ناجيات من سجون نظام الأسد وقفة في مدينة إدلب بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام. النظام من خلال عفو كاذب خلى العالم ينسى مجزرة التضامن، ما طالع هاي المعتقلين. نحن كنا بيوم من الأيام مع معتقلات داخل السجون ولحد الآن ما زالوا داخل السجون، تعرضنا للتعذيب من شبح من كهرباء، في معنى نساء تعرضوا للاغتصاب، في معنى نساء تعرضوا للشبح للضرب للأذى نفسيا جسديا، لحد الآن عم بيعانوا. من حقنا نعرف هل ما زالوا المعتقلين جوا عم يتعرضوا لهذا التعذيب أو هن استشهدوا تحت التعذيب. من حقنا نوصل صوتنا وصوت هدول اللي كنا معهم بيوم من الأيام. نحن بهذا اليوم نطالب الأمم والعالم والدنيا كلها بالإفراج عن المعتقلين أو يعرفوا مصير المعتقلين ضحايا التعذيب جوا. يعني أنا في كثير يعني ضحايا تعذيب لهلا بتذكر أصواتهم، يعني لأنه نحن كنا معهم دخلنا نفس التعذيب، أنا دخلت كل أنواع التعذيب مثل الضحايا اللي جوا، والحمد لله الله فرج علي وطلع، ومثل ما طلعت أنا بتمنى جميع المعتقلين يطلعوا وينعرفوا وين مصيرهم. بدنا نطالب الأمم المتحدة ودول العالم إنه ليش التخاذل، ليش لهلا مع إنه كل العالم وكل المنظمات توثقت وعرفت إنه في تعذيب وفي عالم عم تتعذب جوا بريئة من هذه التهم اللي هي أساسا موجهت لها. إحنا ما لنا أرقام لا ينكتب على جبيننا أو على صدرنا، نحن أقل شيء أسماء جوا من كثر التعذيب نسينا أسماءنا. بجداري رسمناه في مدينة إدلب لنقول لكل العالم أنه معتقلين ليسوا أرقاما، هاي الأرقام يلي دونا نظام الأسد على جباه المعتقلين اللي قضوا تحت التعذيب هي وصمة عار على جبين كل دول العالم اللي تدعي الحرية وحقوق الإنسان. نحن رسمنا داخل العين خريطة سوريا يلي حول نظام الأسد لمعتقل كبير بيصفي فيه كل الناس اللي بيعرضوه، كل الأحرار كل السوار. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ضرورة تبديد المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا بأسرع وقت وبشكل دائم، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو. وقال عبداللهيان إن إيران تتفهم بشكل جيد للغاية المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا وطرحها تنفيذ عملية خاصة هناك بنفس الوقت، كما أشار الوزير الإيراني إلى أنه بحث هذه المسألة بشكل مفصل مع نظيره التركي،
مبديا رغبة بلاده بتعميق وتعزيز العلاقات مع جيرانها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. جامعة غازي عنتاب التركية تحتفل بتخرج طلاب كليات الهندسة، وثلاثة سوريون يحصدون المراكز الأولى. تتصدر بها الشاشات وتؤثر مباشرة على حياتنا وقراراتنا. أحداث اقتصادية نقرأها معا ونحللها، نفسر ببساطة مصطلحاتها. كونوا معي أنا عبادة حيدري في برنامجكم اقتصاد كل. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام إلى نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 عن مفاوضات سرية تجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بموافقة إسرائيل لضمان نقل النفط الإيراني إلى سوريا، وسط تهديدات من تل أبيب موجهة لإيران في حال استغلت الناقلات لنقل السلاح. التقرير التالي والتفاصيل. مفاوضات سرية تجري لضمان نقل نفط إيراني إلى سوريا بموافقة إسرائيل، هذا ما كشفت عنه قناة التلفزة الإسرائيلية 12. المفاوضات غير المباشرة وأطرافها حسب المصدر إيران والولايات المتحدة وإسرائيل تأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها واشنطن لطهران لتشجيعها على العودة إلى الاتفاق النووي. تقول القناة وتضيف أن إسرائيل اشترطت أن يكون نقل النفط الإيراني إلى سوريا تحت الرقابة الأمريكية لضمان عدم استغلال عملية النقل في تهريب السلاح إلى حزب الله. شرط رافقته تهديدات شديدة أطلقتها تل أبيب لإيران في حال تبين أنها تستغل نقل النفط في تهريب السلاح، في حين لا يوجد أي تعليق رسمي حتى ساعة إعداد التقرير من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى إيران المعني الأول بالمفاوضات. لا شك أن إيران ستستثمر البوابة لتصدير النفط القانونية، وذلك من خلال تمرير الأسلحة للميليشيات المرتبطة بها. وبوجه التحديد عندما أتحدث عن الميليشيات الإيرانية، الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات المتواجدة على الأراضي السورية والتي يدير نشاطها العسكري ميليشيا فيلق القدس الإيراني، كذلك أيضا ميليشيا حزب الله اللبناني. رئيسة موظفي منظمة متحدون ضد إيران النووية المعارضة كلير جونغمان أفادت في وقت سابق أن ناقلتين إيرانيتين أفرغتا شحنتين من النفط في ميناء بانياس على الساحل السوري في وقت متزامن، مشيرة إلى أن سوريا هي المستورد الثاني للنفط الإيراني. وسبق أن أقرت إسرائيل بتنفيذ مئات الطلعات الجوية في سماء سوريا في السنوات العشر الأخيرة، والتي كانت في الغالب لإحباط محاولات إيران نقل أسلحة أو التمركز والانتشار في بلد لديه حدود مع إسرائيل. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد عبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب. أهلا بك معنا سيد عبد الوهاب. بداية، كيف تنظر إلى هذه المفاوضات إن صحت، ومن المستفيد الأول منها برأيك؟
أهلا بكم. يعني من الواضح أن هناك رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى لأولا جلب إيران إلى طاولة المفاوضات، مفاوضات الاتفاق النووي مجددا، عبر إجراء حسن نية إن صح التوصيف لإيصال النفط الإيراني إلى سوريا. لكن أعتقد أن هناك مطالب أكبر من قضية إيصال نفط إيران إلى سوريا، هناك مطالب حتى أوروبية للولايات المتحدة الأمريكية بأن يعود أن يكون هناك استئناف للتعاون الاقتصادي مع إيران بإزالة العقوبات الأمريكية عن النفط الإيراني في ظل الحاجة الماسة للأسواق العالمية حاليا في الوقت الراهن إلى هذا النفط. إذن القضية قد لا ترتبط فقط في سوريا، ربما حاليا الإطار العام سوريا، لأن إسرائيل لديها اعتراض ليس على قضية النفط، إنما تحديدا على إيصال الأسلحة والتقنيات، التقنيات المرتبطة بهذه الأسلحة عبر البواخر أو عبر ناقلات النفط الإيرانية إلى سوريا. هذا اعتراض إسرائيل، وقد يكون ذلك هو السبب وراء كما ذكرت تسليط الضوء على قضية سوريا الحديثة. لكن برأيك سيد عبد الوهاب، ألا يتعارض ذلك مع قانون قيصر، خاصة أن نظام الأسد مستفيد؟ صحيح، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على منح استثناءات. يعني لاحظنا أنها منذ عام 2020 منحت في عام 2020 و2021 منحت استثناءات للنظام السوري، وتصور أنها قادرة على أيضا منح استثناءات جديدة للنظام السوري طالما أن هناك مصلحة تطلب ذلك. أشكرك السيد عبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من غازي عنتاب. أعلنت وزارة النفط التابعة للنظام عن بدء تحسن تدريجي في توزيع المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام، ما سيؤدي لتغيير في مدة انتظار رسائل البنزين وفق الوزارة. قال بيان الوزارة إنه تمت زيادة توزيع مادة البنزين من 3.6 ملايين لتر يوميا إلى 4 ملايين لتر، وزيادة توزيع مادة المازوت من 4.2 ملايين لتر إلى 4.5 ملايين لتر يوميا. يأتي ذلك عقب حديث مدير عام مصفات بانياس محمود قاسم عن وصول ناقلات نفط إلى المصفات. عبرت سفينة شحن سورية مضيق البوسفور قادمة من أوكرانيا بحسب ما أفاد مرصد البوسفور لمراقبة الملاحة البحرية. وقال المرصد إن بضائع مسروقة من أوكرانيا محملة على متن سفينة الشحن السورية في نيقيا، كانت تحمل القمح في طريقها من محطة الحبوب في ميناء سيفاستوبول الأوكراني إلى شواطئ إسكندرون. ذكرت صحيفة عنب بلد المحلية أن السفينة تتبع للمؤسسة العامة للنقل البحري التابعة لحكومة النظام. تشهد أسواق السيارات الأوروبية المستعملة حالة ركود وانخفاض كبير في أسعارها بسبب استيراد آلاف السيارات عبر معبر باب الهوى وتوقف تصديرها إلى المناطق الشرقية، ما سبب في تكدس آلاف السيارات في المعارض والأسواق. ركود على غير العادة وتراجع كبير في حركة البيع والشراء، هذا ما تعيشه أسواق السيارات الأوروبية في محافظة إدلب منذ شهرين تقريباً، ما تسبب بركون آلاف السيارات في معارضها ومكاتب بيعها. حالة الجمود هذه يعللها التجار بإغلاق المعابر مؤخرا بين الشمال السوري والمنطقة الشرقية، حيث كانت أسواق الرقة ومنبج وعموم المنطقة الشرقية تستقطب العدد الأكبر من هذه السيارات. السيارات اللي تدخل من معبر باب الهوى لعنا، لو افترضنا دخلت بالنهار 100 سيارة أو 200 سيارة، تجي تاجرين ثلاثة من منبج تشيلها، اللي يروح على الدير واللي يروح على الرقة واللي يروح على منبج واللي ضل ضمن الحسكة. هاي كانت مخففة عنا عبء كتير كتير بالنسبة للآليات. اليوم صارنا 3 شهور أو 4 شهور مسكر علينا المعبر، وجمود في السوق كتير كتير. هلأ يوميا يمكن ما يقارب 200 أو 300 سيارة بتدخل على المحرر لعنا لهون. أسباب أخرى ساهمت بأزمة تكدس السيارات المعروضة للبيع، وهي توجه المئات من التجار وميسوري الحال لاستثمار أموالهم في قطاع تجارة السيارات بعد القرار الذي صدر مؤخرا وسمح باستيراد السيارات الأوروبية المستعملة مرورا بالأراضي التركية وصولا إلى معبر باب الهوى، حيث فتح القرار الباب على مصراعيه دون دراسة مسبقة لاحتياجات السوق وقدرته على الاستيعاب. السبب الأساسي اللي عم يخسرنا هو شركة الشحن.
شركة الشحن كان طبعا الكوري كان شو اسمه أجار 1300 هلأ سووا علينا 1850 والبيكاب 2050 دولار. يعني هذا السبب الرئيسي كمان اللي بيخسرنا دونك من التجار اللي ما يمصلحتهم وصاروا يشتغلوا بالمصلحة هاي. مئات الملايين من الدولارات والتي كان من المفترض أن توزع للاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الإنتاجية باتت اليوم سيارات مركونة أو كما يصفها التجار أنفسهم حديدا مكدسا خارج العجلة الاقتصادية للشمال السوري وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وقلة المعامل والمصانع. فهل غابت تلك النتائج الكارثية عن دراسات الجدوى الاقتصادية للمعنيين بإدارة المنطقة حين اتخذوا قرار السماح بالاستيراد دون ضوابط؟ إقبال أعداد كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال على العمل بتجارة السيارات وما تلاه من تعذر تصدير السيارات الواصلة من معبر باب الهوى إلى المناطق الشرقية عوامل سببت حالة ركود وخسائر غير مسبوقة في هذا القطاع. من مدينة صرمدابري في إدلب، منصور صبرا، حلب اليوم. احتفلت جامعة غازي عنتاب التركية بتخريج دفعة جديدة من طلاب كليات الهندسة المختلفة، وخلال الحفل كرمت الجامعة 3 طلاب سوريين حصدوا المراكز الأولى على مستوى الجامعة متفوقين على أقرانهم من كافة الجنسيات. يقفون على ناصية الحلم ويتلون قسم التخرج. العشرات من طلاب كلية الهندسة بأقسامها المتعددة يتخرجون من جامعة غازي عنتاب. للطلبة السوريين نصيب وافر من الخريجين، كانوا قبل ذلك طلابا حليمين واليوم أصبحوا مهندسين لا وبل متفوقين، لا سيما أنهم حصدوا المراتب الأولى بأعلى معدلات على مستوى الجامعة. مشاعر طبعا كثير يعني عالية وممزوجة بالألم اللي عشناه وممزوجة بالواقع المرير اللي نحن طلعنا منه كشباب سوريين لحتى وصلنا نحن لهي اللحظات. بنفس الوقت كان بتمنى كتير يكون هذا التخرج ببلدي ويكون بلدي وضع أحسن. بنفس الوقت فخورة كتير وبهدي هذا نجاحي لأبي الشهيد بطل، بهدي لأمي المناضلة اللي ربتنا ووصلتنا لهون. شعور كتير حلو، ما في أحلى من شعور الفرحة بالنجاح. أتاحت تركيا الدراسة الجامعية للطلبة السوريين الذين هجروا بسبب انتهاكات نظام الأسد بحق إنسانيتهم ومناطقهم، فرصة استثمرها الكثير من الطلبة لإثبات ذواتهم وتحقيق حلمهم بإعمار سوريا والعودة إلى الديار التي هجروا منها. ربما كان في ذلك فرحة ممزوجة بغصة ألم بسبب مرارة البعد والفقد. نحن كسوريين يعني كان في عنا تحديات وصعوبات يعني ممكن تكون أكثر من زملائنا الآخرين يعني بالكلية، ولكن الحمد لله يعني بجهد ومساعدة من الأهل والأصدقاء كمان الحمد لله النتيجة كانت أنه هيك طلعنا الأول. إن شاء الله شغلنا يعني قسم إذا ما كله يعني قسم كبير منه راح يكون جوا يعني البلد، يعني هي بأمانتنا يعني صحيح شغلة كبيرة يعني والواحد يقول هيك، بس إن شاء الله يعني نوفي هالأمانة. مش تخرج كلية الهندسة فرع مواد ومعادن، الحمد لله رب العالمين، المركز الأول على الفرع والمركز الأول على كل كليات الهندسة الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا كنت أدرس بسوريا وأكيد التجارب اللي مريت فيها بسوريا علمتني يعني، ففت يعني لهون يعني في عندي تجربة والأخطاء اللي ارتكبتها أول حاولت إني أتفاداها هون. يعني الحمد لله رب العالمين تعبنا والحمد لله رب العالمين فضل علينا يعني، وهاي ثمار التعب الحمد لله رب العالمين. خروج من سوريا كان كتير صعب خصوصا من حمص، طلعنا من حمص بالباصات الخضراء عام 2016 وغادرنا حمص بشكل كامل تقريبا أوائل 2017 دخلت على تركيا، والحمد لله رب العالمين تم تسيير نبلت هندسة المعادن بجامعة غازي عنتاب هون الحمد لله اليوم متخرج، والفرحة إن شاء الله كتير كبيرة وإن شاء الله عبال هيك نرجع حمص نرجع نفتفل بحمص وبإدلب وحلب وكل المحافظات إن شاء الله. نهدية للثورة ولشهداء الثورة من أخي لخالي لأولاد عمي لجيراني رفقاتي، وإن شاء الله نرجع منصورين مرفوعين الرأس إن شاء الله. كما في معظم المحافل العلمية
يتصدر الطلبة السوريون قائمة المتفوقين على أقرانهم من جنسيات أخرى. اليوم في كلية الهندسة بجامعة غازي عنتاب أثبتوا جدارتهم في المنافسة، وغدا ربما يثبتون جدارتهم في بناء سوريا المستقبل. مازن أبو تمام، غازي عنتاب، حلب اليوم. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.